السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. وعليكم السلام. على الميكريبال. مرحبا للا. اذا الميكريبال لاباس عليك. الله يبارك فيك للا عيشه. بحال هذا وانا كنتصل بكم ويبيش ليا الخط. مرحبا للا معذره. دائما ما كتصل بكم وما كيبيش ليا الخط، راه مريضه. الدعاء معاه والدعاء معنا الدكتور كريبان. يا ربي للا يا رب. والديك هيا بتهضر معك. مرحبا والديك. السلامة الشريفة، لاباس عليك لالا؟ كبيرة الحاج لاباس. كيف بقيتي شوية؟ يو شوية الحاج هاني انت ربي الحاج يرحم له ركبنا خرجت. قول امين. يا ربي. انا ادعي معايا راني مريضة، راه من اللي داز راه كاع ما صمت رمضان. الله 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 يشافي. وانا متبعة في الكلينيك في اكادير. الله يشافيك ويعافيك. عندي مرض كبدة وعندي هذه المحبوس فيا حاشاك. لا اله الا الله. نمشي الله. وهاني مع الدويا وهاني مع الدويا. الله يرحم اللي خلاك يا ربي لله. الله يكبر. الله يرحم ذوك العروق مناش خرجت. الله يحفظك لله. الله يكبر فيك. الله يدير فيك البركه. بارك الله فيك لله. عايش معايا شي دعوه زينه والليله للجمعه. يا رب يا رب يا كريم. الى باقي ليا العمر الله يعفو عليا. الله يطول عمرك ويشافيك يا رب. امين. والى ما باقي العمر يا الحاج هلي عذبني كنطلب الله تبارك وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبركتك. الله يجاب بركة الله سبحانه وتعالى. آمين. لا إله إلا الله. يا الحاج دعا معايا راني مريض عيانة. الله يشافي ويعافي يا رب. وهاني تاني شاد لي الرنديفو وأنا ما قلتلكش خصني نروح إلا ما هزتنيش نرجع نروح ما كان لي الزي قلت نمشي عند الطبيب عند رجليا. الله الله. نروح صافي نروح تحطيت. لا إله إلا الله. كنطلب الله تبارك وتعالى. والعروق مناش خرجت وجهك اللي عزيز عن صدر ربي. بارك الله فيك لله. الى باقي ليا العمر ادعى معايا الله يعفو عليا. لا اله الا الله. والى ما باقي العمر ادعى معايا الله يزين ما قال مع الله لا انا ولا انت ولا المسلمين اجمعين. اللهم امين يا رب. اللهم امين. الله تبارك والمسلمين اجمعين. المسلمين اجمعين. شكر الله لك لله. مدرسه الله كامل انا كما نطلب علميه كنطلب مدرسه الله. ونعم بالله ونعم بالله. واحد الدري عندنا مسكين ما كيولد حتى هو شحال هذا هو يعاني مسكين. لا اله الا الله. وكيصوني عليك واني ما شدت ليه حتى هو دعا معاه الله يعطيه وليداته. يا رب يا رب. وواحد الدري حتى هو كاع شاد لينا البيت ما خدام ما ردام. لا اله الا الله. الله يعاونني اللي يعاوننا في سميتو في الطير شاد البيت. الله يشافي لله. والراجل مسكين حتى هو مريض مشد من ليه الركابي. ما يقدر يمشي بيهم. غير هاد البنت اللي عندنا وصيد ربي اللي قبلنا. الله يحفظها لك يا ربي ويبارك فيها. امين يا ربي. فانت الله يخلي لك اللي رجعت عند الله الله يعطيك ما قام في الجنه. يا رحمن يا رحيم. يقول لك الله الله يبقاك ما قام في الجنه راه واخا ما كنهضر معك كنتداعوا معك. بارك الله فيك لله. بارك انت تداعى معنا. شكرا لك لله. شكرا لك. عفوا لا حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه. تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. سبحان الله العظيم. قال لك تعب كلها الحياة وما أعجب إلا من راغب في ازدياد. هكذا الحياة خلقها الله سبحانه وتعالى فوق الأرض، خلق فيها متاعب وخلق فيها كروب وشدائد وخلق فيها أمراض وأسقام وعلل. لماذا؟ لماذا ربنا خلق في الحياة كل هذه المتاعب والمصائب والشدائد؟ لكي لا نتعلق بها، لأن دارنا هي الدار الآخرة. لو أن الله تعالى زين لنا مقامنا في الدنيا ومتعنا بالصحة والعافية وأعطانا طول العمر بمئات السنين وأغدق علينا من الأموال والبنين لتشبتنا بالدنيا وأحببناها وعشقناها. لكن الله تعالى أراد منا أن لا نغتر بهذه الدنيا وأن دارنا هي الدار الآخرة. للا أم عيشة، هذا المرض وهذا السقم راه ماشي أي واحد ربي عز وجل يصيبه به، راه من أحبه الله تعالى
نال منه. هكذا قال النبي الإسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال إذا أحب الله عبدا نال منه. أي واحد عنده مصيبة أو عنده شدة أو عنده مرض أو عنده فقر أو عنده إهمال ديال العائلة والأسرة، ذلك رجل أحبه الله أو امرأة أحبها الله، إذا أحب الله عبدا نال منه. وهذا الأمراض وهذا الأسقام كلها خير، ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا شوكة ولا كرب، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله من خطاياه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا كرب حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله من خطاياه. احنا عندنا الذنوب، احنا عندنا المعاصي، يا ما فرطنا في جنب الله، يا ما ارتكبنا من خطايا. فحينما ربنا يصيبنا بالأمراض والأسقام والعلل، إنما يغفر ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حتى تلقى الله وما عليه ذنب، ولا يزال البلاء ينزل بالعبد حتى تلقى الله وما عليه ذنب. لكن الصالحين حينما يلقون ربهم يوم القيامة يكونوا بدون ذنوب، صالحين صفحة بيضاء، ويقولون يا ربنا نحن في الدنيا ارتكبنا ذنوب، أنا أعترف ارتكبت ذنوب وخطايا، والآن أجد نفسي صفحة بيضاء. فيقول الله تعالى لقد طهرتك منها في الدنيا، يقول يا رب كيف طهرتني منها في الدنيا؟ فيقول الله تعالى ألم أصبك بالأمراض؟ ألم أصبك بالأسقام؟ ألم أقتر عليك الرزق؟ ألم أقتر عليك علاقة الناس؟ للا أم عيش الآن هذا الشكل وطالي الله تعالى، حتى الله تعالى هذا المرض وهذا الشدة، وحتى العائلة اللي كيهزوها الرجال كيديوها ويجيبوها، كل واحد منشغل، قالت لها غير هذه البنية، لو اطلعتم على الغيب لعلمتم ما فعل ربكم إلا خيرا. وغنطلب من السادة المستمعين، الله يجزيكم بألف خير، تضامنا معكم ومع للا أم عيشة، واحد الفاتحة، فاتحة قد تكون سببا في تغيير مصيرها، لأن الدعوة والفاتحة كتكون عند المؤمنين تفتح لها أبواب السماء، كتسمى الفاتحة لأن أبواب السماء تفتح لها وتتصاعد حتى تبلغ عرش الرحمن، وتسجد هنالك ما شاء الله أن تسجد، هذه الفتحة، فيباهي بها الله تعالى ملائكته ويقول يا ملائكتي أنتم تسبحون وتكبرون في كل وقت وحين، وقلتم بأن هذا الإنسان سيسفك الدماء ويسفك في الأرض ويظلم ويعتدي، ها هم الناس إنهم يدعونني ويلتمسون مني الرحمة، فإذا برحمة الله عز وجل تأتي سراعا وتعم كل من صدقت نيته وكل من تفتح قلبه. فاللهم يا رب العالمين، يا من سمى نفسه اللطيف بالعباد، يا أحد يا أحد، نسألك اللهم يا رب بحق كل من ركع وسجد وكل من طاف حول البيت وقبل الحجر الأسعد، اللهم هذه أم عائشة مريضة وسقيمة، اللهم طبها بالغيب، اللهم طبها بطبك، وعالجها بعلاجك، وشافيها بشفائك، وداويها بدوائك، اللهم قيد لها من يكون في خدمتها، اللهم وسخر لها من يقدم لها يد المساعدة، يا رحمن يا رحيم عجل لها بالفرج، وكل من كان مريض وكل من أوصانا بالدعاء يا رب العالمين. ونحن الآن نجتمع عبادك المؤمنين والمؤمنات في مختلف المدن والأقاليم وفي كل مكان، اللهم يا رحمن يا رحيم شافي منا كل مريض وكل سقيم، يا ربنا إننا عبادك الفقراء المستضعفون، اعترفنا بذنوبنا وخطايانا، نستغفرك يا مولانا ونتوب إليك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم إنا نسألك بآيات الشفاء في كتابك العزيز قلت وقولك الحق، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور، يا غفور
يا عفو يا كريم يا غفور، اللهم يا رب العالمين مطلعا على ما في الصدور، اللهم شافي منا كل مريض وسقيم ببركة آية الشفاء في كتابك العزيز. اللهم كل من كان يعاني من الأمراض والأسقام والعلل، أنت طبيبنا وأنت معالجنا وأنت على كل شيء قدير. رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وغذائها. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم. اللهم أم عائشة يا رب ابنها ينتظر الإنجاب، اللهم أسعد قلبه كما أسعدت قلوب عبادك، اللهم بشر زوجته بحمل قريب، وارزقهم يا ربنا ذرية صالحة يا رب عاجلا غير آجل، وجميع أفراد الأسرة اللهم اجمع شملهم وحقق رجاءهم، وهذيك البنية لاله عائشة البارة بأمها يا رب تسقم سعدها، يا رب ارزقها القبول وارزقها السعد الجميل وحقق رجاءها. يا رب كل من في قلبه حاجة خير اقضي له حوائجه في هذه الساعة المباركة من ليلة الجمعة. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.